عايشت احنا اللي له قصص معروفه، امشد احنا اللي له قصص معروفه، نكرهه والدنيا تجبرنا نحبه، نسمع باسمه ولا نقدر نشوفه، ونمدحه ونرجع بعد مده نسبه. عايشت احنا اللي له قصص معروفه، نكرهه والدنيا تجبرنا نحبه، نسمع باسمه ولا نقدر نشوفه، ونمدحه ونرجع بعد مدة نسبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونعود إليكم بحلقة جديدة من برنامج بيت القصيد. و اليوم عندنا فقرتين أيضا اللي هن قصة ولغز الحلقة. القصة مثل ما تعودنا يكون إلها بالنهاية شيء إن شاء الله عبرة، يكون إلها حكمة، يكون إلها شيء حتى إما نتجنبه أو نعمل فيه. هذا واحد أخذ الوحدة عن حب من قرايب، وعندها العرب، وحد الأيام يقولون الشر من شرارة، سبحان الله، تاوشوا من بني عمه مع واحد وذبحوا. كالعادة طبعا موقف من هذا ما في مالها إلا الجلوة، لما عاد تنحل المشكلة يتثرون يسمحون. المهم فجلا جلاله عند عرب وقعد بينها، ومع الأيام صار واحد منها. قال الشيخ قربوا منه وهذا، ومرت الأيام صار منها العرب كأنه واحد منها، يعني يدي مداهم ويجلي مجلاهم. ف يوم من الأيام الشيخ مر من قدام البيت، كان البنت هي تنشر، هي تشر، هي تودي مريسي وشو. المهم شاف مرت قصيره، مرت الرجال هذا اللي جالي عنده اللي هو شيخ العشير، وإن صلاة النبي من جميعه. اللي قال القلب خضر، فنادم احيانا بين الردى والطيب شعره، فالشيطان قوي، واحيانا الانسان ما يتحكم بمشاعره، نسى موضوع انه شيخ عرب، ونسى ونسى ونسى. المهم فالبنت خلينا نقول ما عبت راسه، وروح وهو متخربط الوضع عنده، يعني شو صلاة النبي، شنو البنت هذه. المهم قاعد يفكر يفكر يفكر، نوع على الردية. ثاني يوم الصبح يتجمعون العرب بالمجلس يشاورون، حط براسه له فكرة، فكرة خبيثة. قال ودي منكم أربعة يطرشوا لي المنطقة الفلانية، يقولون هناك قد الربيع زين، ودنا نطرشونا تشوفون هالبلاد، إذا في ربيع ودنا نشد ونرحل عنها هناك على هذه البلاد. فودي منكم أربعة من يمشي، والله فلان وفلان وفلان، بالله هو عينه على هذاك ناوي يقول، وانت هذاك طبعا كونه عند العرب يقول أنا يعني وده يسوي شيء مشان العرب. قال أنا يا شيخ، قالوا تم. اللي هو من جوزاء، قال أنت قصيره اللي جال عنده. أو ثاني يوم من الصبح يطلعون، الله والعليم حسب ما قالوا ما مشى ثلاث ايام روحه جايه البلاد او المنطقه اللي بدهم يروحون له. هذا خلاهم بس لما يروحون، لما ضب الليل عقبها لما دمست ويجي وين تسربت على بيت قصيره. طبعا هذه من اسوء طباع، لكن هاي الدنيا يعني
فيها الإنسان أحياناً السيء يعني يصير عنده النية العاطلة. بني آدم بني آدم بني آدم متناقضات، ممكن أي شيء يطلع منه. فيوم صار عندها الحبال سدى بواحد من الحبال وأطلع حس يعني والله نائمة على الوحيفة على حركة الحبل هذا، صحيت الأنثى. شنو من اللي على البيت من حول البيت من فيها أنا من أنت من أنت وإنها الزول شنت يا الزول؟ قال الله اقصري 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 حسك اقصري حسك أنا الشيخ. قلت هلا يا شيخ. طبعا هي قدام البيت وهو والدنيا ليل. قال أنا الشيخ أنا الشيخ. هلا يا شيخ خير؟ ايش مجيبك بالليل؟ قال والله اللي جابن ولا عنه ولا شي يرد عنه، انا هيك شفتك من شفتك وانا ماني بعقلي ودي اياك. استهد بالله يا شيخ استهد بالله وحنا عندك وقصراك وكذا. طبعا اللي يلوذ على قصيرته متن واخذ اخته عند البدو اللي يحوف اللي عينه عن ترى يقول ايش؟ واغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها. شوف غض النظر. فمن الأشياء المنبوذة عند البدو السالفة هذه بالذات من أكثر الأشياء، في أمور كثيرة يعني. وعند العرب بشكل عام يعني، ما هي بس عند البدو يعني، أنا يعني البرنامج بدو أحيانا لا بالله عند العرب كله. المهم شوفوا شلون؟ قالت له طيب يا شيخ هي مستورة وبنت رجال. قالت له يا شيخ عندي هاللغز إذا تحلوا تجيني الجابلة مثل اليوم وأبشر باللي ودك إياه. هلا قال هل هينا سولف. قالت له اللغز يقول إذا اللحم، طبعا مو شعر لغز، قالت له إذا اللحم خرب أو حتى ما يخرب اللحم يحطون عليه ملح حتى ما يفسد ما يجيف ما يرم، يحطون عليه ملح. طيب الملح إذا فسد وش يحطون عليه؟ هذا شرط، يجيب لي حل إنه شو حل الملح إذا فسد وش يحطون عليه حتى ما يخرب مثل اللحم. الملح علاج اللحم ودي علاج الملح منك. قال إن شاء الله خير. سحب حاله وقفه أو بهاللي يجيبه من هان يقلبه من هان يقلبه من هان. واللغز ترى أرد أكد رياضة العقل بالنسبة له، مو هو بس لغز، هو اللي بباله السالفة الردية اللي عنده اللي ناوي له. ما وصل الحل ثاني يوم ما صدق، والجماعة يجون عنده على الضحى بس يعمروا له قهوة وهذا يجون يتعللون بهالشك. أي والله يومك هذا. وقال يا الربع والله ودي اسالكم السؤال، هسه هاللحم هاللحم من شان ما يرم احنا نحط عليه ملح، طيب هالملح الملح مشان ما يخرب وش نحط عليه؟ والله كل واحد صار يمشلت من هنا، وهذا يشرق وهذا يغرب وهذا اي مذرع، وبل ما يفرق البطال بل ما يفرق البطال يعني على الفاضي. ف ايه ما فيها في واحد ما تكلم، والشيخ يعرفه انه راعي فطين ما سأله. قام فلت هالقعدة، قام وهذا ظل قاعد، لا ما ظل احد غير هو وياه. قالوا اكيد بين عندك سالفة، ما سولفت مع الجماعة واعطيت راي وظليت لاخر شيء، في عندك لك سالفة. قال اي والله يا شيخ ودي حل لك لغزك. يا شيخ العلم عند الله انك وعلي الايمان، قالوا عليك الايمان. قال علي الايمان قال عليك الايمان. قال يا شيخ العلم عند الله انك مراود لك انثى، والانثى اعطتك
هالمعضلة هاللغز. اللحم حلوا الملح فعلا حتى ما يخرب. قصده تقول لك انه لو واحد من عيال هالقبيلة صار مشى درب بطال ومرض درب عاطل، انت تعدله، انت الملح له. لكن لما انت ودك ممكن تمشي درب البطالة من شنو حلك انت؟ من اللي يصلحك انت اذا ودك تمشي وانت الشيخ شلون اصلاحك؟ من القبيلة العشيرة هذول انت اللي مسؤول عنها. طيب انت يا الشيخ في بيت لابو سفيان الثوري يقول بو: يا رجال العلم يا ملح البلد، من يصلح الملح اذا الملح فسد. هذا بيت معروف يعني. فشوفوا شلون الشيخ كأنك يوم قال له الرجال هذا السالفة كأنك ضربته على وجهه، عاف الدنيا واللي وحس شعر بالندم، شعر بالشيء اللي طلع منه، شعر بالنقص، شعر بكل شيء سيء. الله لا يحط اللي قالوا ما حط صديق محله. وهو يوم جاء الليل ثاني يوم قبل ما يجي يجون الجماعة هذول اللي راحوا يطرشون، نادى خواته وقال تعال معي خل نسير على بيت قصيرتنا، ما ندري محتاج شيء زلم اتصال وهاي بعد هذول عندنا. راح قبل خواته فاتن هو ظل برا. اي بالله يوم فات لها فلانة محتاجة شيء وكذا وهذا وهذا الشيخ والله هذا وبره حتى انه قال لي سامع اسمعوني. قالت اختي والله نسمع. قال يا اخواتي اشهدن عليها الله ومان الله ان فلانة مرت فلان اختي ابعهد الله طول العمر. ويقولون من صد ما شرد، ابن ادم ترى يخطي ممكن يغلط وممكن هذا، لكن احيانا تجيبه النخوة يجيبوا إذا كان في طبعا همشي الدين، فيرد عنه أمور كثيرة حتى لو كان قبل يمكن يكون أيامهم إنه خفيف. استغفر الله يا ربي الدين لأسباب طبعا جهل وما في علم لكن في المروءة في الرجولة في الأخلاق في أمور كثيرة تردع. ما يقولك ليس الخطأ أن نخطئ ولكن الخطأ أن نصر على الخطأ. وباء هذه القصة نكون أنهينا الفقرة الأولى من برنامجنا وننتقل إلى الفقرة الثانية واللي هي لغز الحلقة. اللغز هذا طبعا ان شاء الله نكون هون من اللي قبله لانه شويه حسيت انه هذاك صعب عليكم، لكن هذه اللغز قلت لكم مره يجي صعب مره يجي سهل. صناعه اللغز والله ما هي سهله. المهم يقول اللغز وبعدين الحلقه الجايه اسولف لكم عنه شغل اللغز هذا. انشدحنا اللي له قصص معروفه، انشدحنا اللي له قصص معروفه، نكرهه والدنيا تجبرنا نحبه.
نسمع باسمه ولا نقدر نشوفه ونمدحه ونرجع بعد مدة نسبه. أنشدعنا اللي له قصص معروفة، نكره والدنيا تجبرنا نحبه، نسمع باسمه ولا نقدر نشوفه ونمدحه ونرجع بعد مدة نسبه. إذن ما في شيء إني أشرحه عنه كمعنى وكذا واضح. فكروا فيه مع أنه قد يكون مبهم شوية، قد يكون لكن مو صعب للأمانة يعني. وبهذه أو بهذا الفقر نكون جينا على ختام حلقتنا لهذا اليوم. ولا تنسون مشاركة الحلقات والتفاعل، وإلى أن نلتقي يوم الثلاثاء القادم نتمنى لكم كل التوفيق، تصبحون على خير.